السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم من جديد نستكمل معاكم ما تبقى من رحلتنا المعرفية عن أبرز سدود الطائف القديمة. والمرة هذه بدأنا من شمال الطائف ومن أعرق أوديتها وادي شرب، وتحديداً أسفل سوق عكاظ. وإحنا واقفين في هذه المنطقة المسفلتة، لكم أن تتخيلوا أننا واقفين على قمة سد يسمى سد وادي شرب، اللي بدأت معالمه تختفي ولا تبان بشكل واضح إلا من داخل السياج. والحقيقة حاولنا ندخل ونصور لكم السد بشكل واضح، إلا أنه ما لقينا بوابة للدخول، وربما تكون أملاك خاصة، لذلك اكتفينا بالتصوير من الخارج. ولأن وجهتنا اليوم شمال الطائف، استمرت رحلتنا حتى وصلنا لحي رحاب، اللي زمان كان يسمى بقرية رحاب، ولأحد أشهر سدودها. بالرغم من ارتفاع الأرض والقاع اللي قرب يوصل لقمة السد، إلا أنه ما زال شامخ وواضح وفي وضع جيد جدا. هذا أحد سدود وادي دهنا. دحنا هذه في وادي اللهم صل على سيدنا محمد، رحاب، جزء من وادي رحاب يأتي من هنا. هذا واحد من ثلاثة سدود. بالقوة لقينا المكان السد هذا وطلعنا عليه ووصلنا. باقي سدين ما أدري إحنا نزيد نلحق عليها ولا يكون انطملت ولا يكون تم الاعتداء عليها. مو بعيد عن سد دحنا وجدنا سد آخر مجاور لقصر الشريف عبد المعين آل عون، اللي بني عام 1123، يعني نتكلم عن أكثر من 300 سنة. هذا السد إحنا في قرية رحاب. خلف قرية رحاب من الجهة الغربية يوجد وادي اسمه وادي دحنا. وادي دحنا هذا فيه عدد من السدود. إلى الآن الأولى كنا نعرفها ثلاثة سدود، الآن وجدنا منها سدين، السد الثالث ما بحثنا عنه لكثرة المباني ولكثرة المجال. وتغيرت المنطقة، تغير طبيعة المنطقة وتغير الوضع اللي كان فيه من أول المنطقة، وأصبحت الآن منطقة صحية وزراعية، لذلك يجب أن نحافظ عليها والانتباه لها. بعدها اتجهنا عبر مناطق صعبة ووعرة جدا بحثا عن سد، حسب وصف العم مهدي انه حيكون سد غير عادي، وعرفنا تماما بانه حتكون رؤيته بالنسبة لنا مفاجأة جميلة. وبعد المشي بالسيارة لعدة كيلومترات وصلنا لآخر مكان ممكن تقدر توصل فيه سيارة، وكملنا مشي على الأقدام. مشينا في مضيق بين جبلين ملساء. الحقيقة الطريق كان جدا طويل وصعب، ولا في أي ملامح للسد، وواضح أنه كان ممر للمياه، مما اضطرنا نتسلق الجبال. وأول ما تسلقنا ووصلنا للقمة كان واضح لنا السد من بعيد، بالرغم من بعده إلا أنه كان يثير فضولنا على طول ويزيد من حماسنا ورغبتنا للوصول إليه. ولما وصلنا وجدنا أنه فعلا شيء عظيم ومهيب، وهو سد وادي قرن. فقد جزء الأوسط ربما لكثرة المياه، وليش لا، وهو كان يحبس كل الموية اللي كانت تجي من الهدى. وبالمناسبة وادي قرن سبب التسمية من قرن المنازل، واضح من البناء أنه مبني بإخلاص وقمة في الهندسة والإبداع، وهذا واحد من أعجب السدود اللي جيناها. Thank you.
وطالما وصلنا بعد رحلة طويلة استغرقت أكثر من نص ساعة سيرا على الأقدام وحتاخذ نفس الوقت إيابا، حبينا نستكشف المكان. وجدنا آثار لبناية قديمة ربما تكون منزل كان مبني على قمة هذا الجبل، وربما تكون مقابر. على كل تظل رموز تحتاج إلى دراسة ودراية وتفسير لأنها تثير التساؤلات. وقبل ما نختم هذا التقرير وإحنا في سياق التاريخ والآثار، دلنا العم مهدي بجبل كانوا يأخذوا منه مادة النورة، هذه اللي تستخدم في البناء والتشييد والطلاء بشكلها الخام. أكاد أجزم إن كل الجيل الحالي ما يعرف عنه أي شيء، وأغلب الجيل السابق ما قد سمع عنه، وهذا دليل على تنوع وثراء محافظة الطائف على كل الأصعدة. وللمعلومية، اللي استعرضناه خلال الحلقتين الخاصة بالسدود هي القلة القليلة من أشهر سدود الطائف، لأن الطائف عبر التاريخ هي من المدن المشهورة بالسدود لكثرة أوديتها وبساتينها واعتمادها على مياه الأمطار، ولأن الزراعة كانت تمثل المهنة الأولى لسكان الطائف، وكان فيها أكثر من 70 سد تاريخي بنيت في عصور مختلفة ما قبل الإسلام إلى عصر صدر الإسلام إلى عصر الخلفاء الراشدين، مرورا بعهد الدولة الأموية والعباسية والفاطمية، وما زال فيه 20 سد قائم في الفترة الحالية في أطر معمارية مختلفة وتصاميم هندسية فريدة. وكل ما شاهدناه ونقلناه لكم أثار فينا بعض التساؤلات، كيف كانت فكرة البناء؟ وإيش المواد المستخدمة؟ ومين هم الأيدي العاملة؟ وإيش سر صمودها ما شاء الله تبارك الله رغم السنوات الطويلة والعوامل البيئية الصعبة والمتغيرة؟ وهل كان في بال صناع هذه الإبداعات بأنها حتكون آثار في يوم من الأيام؟ أقل ما يمكن أن نقوله في حقهم إن الله يرحمهم رحمة واسعة ويعين الدولة على حماية ورعاية تاريخ صمد لقرون، وربما يبقى بعد أن نفنى لقرون أخرى.